انا كنت في مدينه الجيلي بالسودان، مدينه اثريه جميله جدا، وكنت بدرس ماده اللغه العربيه بهذه المدرسه. مدينه الجيلي كانت تقع شمال الخرطوم، تقع على النيل. كان يومين احنا كنا بنطلع بعد العصر الى النيل، وفي كاننا في نزهه خلويه، وكاننا كاننا رحاله في رحله جميله مش في بعثه علميه. وكانت امنه تماما لانها تقع على بعد 200 كيلو عن الخرطوم، فهي بعيده جدا. حتى احنا كنا دايما بنعرف الاخبار الاحداث من اهلنا المصريين، لان ما كانش في اي نوع من الاصوات بتوصل لنا. وكان دايما السودانيين كان دايما يقولوا لنا انتوا هنا في وسطنا واحنا فداكم. انت بدات تحس ان في خطر يوم العيد، يوم وزير التربيه والتعليم مشكورا بدا يوجه لنا رساله وفيديو مباشر بيعيد علينا وبيطمنا، بيقول لنا انتوا جنودنا البواسل الموجودين على ارض السودان، واحنا والخارجيه المصريه والرئاسه احنا مش سايبينكم، احنا معاكم لحظه بلحظه، واطمنوا في الوقت المناسب هناخد القرار المناسب سواء بالنسبه للعوده او الاستمرار. فدي بالنسبه لنا كانت رساله اطمئنان وقلق في نفس الوقت، قلق ان في شيء معين بيحدث بيكبر. ودي كانت رساله خلتنا ناخد حذرنا في التحرك. فلما اظهرت السفاره المصريه والقنصليه المصريه التحرك الى بور سودان او الى وادي حلفه عن طريق معبر أرقين، فاحنا شوف فعلا صح بدانا نتحرك، وشفنا الاول الاتوبيس المصري الشركات المصريه عشان يتحرك بري، لكن كل ما نيجي نتفق مع اتوبيس يدور على غيرنا كناحيه ماديه اقوى. ويعني كان كل محاوله لاي محاوله بريه كانت بتفشل. ان الرئيس سوفر لنا مطار قلعه سيدنا اللي هي مطار سيدنا، وفيها تامين كامل عن طريق تنسيق بين المخابرات المصريه والرئاسه المصريه وبين الجيش السوداني. وكان الترحيب الكامل لنا. اول ما دخلنا المطار سيدنا لقينا القوات الامريكيه والالمانيه والانجليزيه موجوده بتامن المكان. قابلونا طبعا اليو ان الامم المتحده طبعا هناك. نزلنا في ابو سمبل في اسوان، نزلنا وركبنا الطياره الاخرى. طب رايحين فين؟ قالوا احنا رايحين المازه. البعثه المصريه في السودان كلهم بالكامل رجعوا.